واش الجارات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير على خير. كيف ما كتعرفوا فقرة نايضة فراجة، كيف ما كتعرفوا فقرة جديدة اللي غنهضروا فيها غفلتكم بهذا لا فيديو هذا. لما كاش كيتوصلكم نوتيفيكاسيون ديال لا فيديو، ما عرفتش هذا المشكل كنعالجوا فيه دابا، قال مشكل من يوتيوب ولا ما عرفتش شنو هو. المهم بارطاجي مع صحابك وداكشي، ولا غتلقى الانستغرام حاطين ليه وداكشي. علينا ندخلوا نيشان في الموضوع. نايضة فراجة السيدي، كنا مريحين كيف ما كتعرفوا، صلينا التراويح المسائي الله يتقبل داكشي زوين، دعينا مع الناس دول غزة، امور كاملة مزيانة، تمنى كلشي صحيحة مزيان. خرج بلاغ ديال فريق الرجاء العالمي، شنو فيه هاد البلاغ هذا؟ فيه السيدي بلي كيدفعوا بلي الرجاء سلكات المساطير القانونية تجاه اللاعب زكريا الهبطي. زكريا الهبطي اللي خرج بتصريحات مبالغ فيها، تصريحات خطيرة تجاه الرجاء العالمي، يعني تصريحات اللي ما كانش خاص يخرج بهم. تريح المايك خلينا نهضروا. تصريحات اللي ما كانش خاص يخرج بهم في احد المنابر الإعلامية، انه في الرجاء العالمي تنازل على المستحقات ديالو تحت تهديدات الرئيس مدرقة، وانه ندم انه سينا 5 سنوات في الرجاء العالمي، واتهم ان الرجاء العالمي غير كما بروفيسيونيل زعما احترافيين في التسيير وفي الدفعات الاموال وفي البريماج وفي المسائل ديالها، وقلل من فريق الرجاء العالمي وعطى صوره خايبه على فريق الرجاء العالمي، وفضل الجيش انه بدا كيشكر في الجيش انه بروفيسيونيل الرجاء، بحال دار شي اشهار للجيش، يعني بحال كيقول اللاعبين اجيو تلعبوا في الجيش وما تلعبوش في الرجاء بطريقه غير مباشره. هادشي كامل انا قلتو، هادشي كامل جريش معاه، وانه خرج بالظرفيه اللي خرج فيها الرجاء، لعب على كاس العرش ولعب على بطوله، والظرفيه اللي رائعه هاد الرجاء العالمي، وخرج بغى يشوش وكي يعني انه كي بحال كتقول كي كيخص الصوره ديال الرجاء العالمي، وكيبين اللاعبين الاخرين بانهم اللي غيمشيو يلعبوا في الرجاء غيلقاو باللي كاينين الصعوبات وباللي كاينين حوايج اخرين، والجيش احسن منا والجيش 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 والجيش. تحيه الجيش الملكي من هذا المنبر، حنا واخا راجويين متسامحين مع كل شيء، ولكن حنا ما كنقلوش من الاحترام من بعض الفروق، ولا كنشجعوا فريق ديالنا، ولكن كنحترموا فروق اخرين. وقت الطليعه والضحك راه كنضحكوا، كنشدوا في هذه نشدوا في هذه، وغاد الامور حتى حنا راه كنخسروا كيطلعوا علينا، كنربحوا كنطلعوا على الناس. هذا الشيء اللي كاين، مي باش تبدا تخسر في الفريق الرجاء العالمي اللي عطاك سميه وعطاك كارير وعطاك بزاف د الحوايج، وتجي تقول بلي الرجاء شي فخيب ولاعبين فيه دابا احسن لاعبين اللي جاوا غير حاليا في الظرفيه ديال العام، عطاو كارير زوين كبدايه احسن من اللي درتي انت كاري ديك مع الراجل اللي لعب شي فيها وطلعوك وكونوك بزاف الحوايج، وانك قلتي مشيتي الاكاديمي ديال محمد السادس ومعجباتكش اللي خرجت نصيري وخرجت اوناحي وخرجت لاعبين كبار، انت معجباتكش، مع ذلك جابتك الراجل واحتضناتك وعطاتك سميتي مبغيناش ندخلو فيه. المهم والرجاء خرجت انها سلكت المصادر القانونيه، المسطره القانونيه تجاه اللاعب زكريا السابق في الرجاء العالمي، على التصريحات ديالو، على الصوره اللي عطى الفريق الرجاء العالمي، واتهامات وانهم كذبوا الهضره ديالو، حيث قال رئيس مدرقاق والمكتب المسير ديال اللي معاه انهم قالوا باللي جبنا عروض لزكريا فلان فلترلاني، جبنا لي عروض من مصر، عرض ب 300 مليون ما بغاش يوقع عليه، مع ذلك جبنا لي اوفر من دوزيام سيري ديال بلجيكا ب 50 مليون ما بغاش يوقع عليه، وجابوا لي اوفر مع الجيش الملكي ب 100 مليون وما بغاش يوقع عليه. ولا لاحظتوا في التصريحات ديالو، خدم معايا دماغك شنو قال زكريا، قال باللي كان عندي تفاوضات مع المدرب السابق ديال الجيش اللي هو زفيريف ولا ما عرفت سميتو، اللي كان عنده تفاوضات مع الهبطي باش يجي الجيش، وكي كان المشكل بالادارات جابوا لي اوفر ديال 100 ما بغاش، فهمتيني، والسبه في الرجاء، هو ما بغاش الرجاء تستافد منه، هو حقد على الرجاء، هو ما بقاش باغي الرجاء، حيت علاش؟ حيت الرجاء كتعطيك خصك تعطيها، لما عطيتيها تضحك عليها ما غاديش يعجبك الحال، فهمتيني ولا لا؟ هو قال لهم باللي انا الراجل ما تستافدش مني،
جبت لي عروض المسائل ما بغاش مشيتي فسخ شي العقد في التراضي. علاش كتقول تهديدات هاد الهضره الخاويه؟ هادشي كامل الراجا دفعات البلاغ ديالها ودفعت الشكايه ديالها تجاه اللجنه الاخلاقيات اللي غادي يشوفوا في هذا الملف هذا وتصريحات غادي يعالجوها باش يشوفوا واش غيعاقبوا اللاعب ولا لا ولا شنو غيديروا معاه. ما عرفناش حنا كنهضروا على الموضوع حنا بعاد على هادشي يعني، ولكن كتشوف باللي اللاعب انه الكارير ديالو باش يمشي يخدم على راسه ويعاون فرق شو اللي هو كيلعب معاه والمسائل كيتجه لبعض الاشياء اللي غبيه فهمتيني. حتى علاش غتخرج بهاد التصريحات؟ حتى علاش غتهضر؟ حتى سير خدم على راسك، حتى سير لعب بالكره، حتى سير هضر بالارقام والاحصائيات وخلي الراجا والجمهور ديالها وكل شيء كيقولوا الله على لعاب، الله على لعاب ضيعنا، خلينا هنا ندمو، خلينا هنا فهمني يا صاحبي. ماشي اصاحبي تخرج بهاد التخربيق حيت علاش؟ حيت ما عندكش في رجلك، ما عندكش اش غتخدم، ما عندك والو، ما معاون فرقتك ما والو، خارج غير الراجع. فيما تخرج الراجع، فيما تخرج الراجع، الراجع الراجع مالك اخويا، مالك اخو الراجع راه عشقاتك، الراجع عطاك سميت شي ورجع شي لا شويه، الراجع جابت لك لي زوفر كبار صاحبي وانت فيه ما بغيتيهم بغيتي تستافد منك. ايوا هذا من طرف هادي ديال زكريا. غندوزو لواحد القيطه، تحيه الفنان ديالنا الممثل اللي هو رفيق بوبكر وقيل على ماندون اللي كان ديجا خرج بواحد تدوينه قديمه وقال له باللي كي اللي خاسر مع السوالم وكيضحك عليه انا خاسر مع الساندونس. تحيه لي من هذا المنبر هذا الممثل ديالنا الزوين. حنا كجماهير الراجاويه بغينا نقول لك باللي السوالم راه بقى ديجا كتخسر معاها، راه ولا مدير معاك عقد، عقد وانتم عارفين العقد اللي كيتسينا بين المرأة والراجل شنو سميتو، كيشكون سميتو عقد الزواج سميتو شو حاجة أخرى. المهم علينا صحة وراحة، هادشي اللي كاين حنا كنجاوبو على اللي كي حنا شوف كنبقاو عاقلين، تعطيني دوز أهوام نعطيك. علينا هادي من جهة، من جهة أخرى الصمت رهيب وسط ال تجاه 15 مليون ديال الفريق الرجاء. صمت رهيب 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 جدا عند الإعلام المغربي تجاه الرجاء حول قضية 15 مليون. صمت رهيب وسط طط 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 صمت رهيب صمت رهيب صمت رهيب صمت رهيب صمت رهيب. توحشنا يا والله كتبوا علينا عليك الكفته. وهادشي اللي كان على الفيديو ديال اليوم، خلي الراي ديالك قول لي شنو بان لك. نايضة في الراجا وهادشي اللي كاين، تحية الرجال فرقة ديالنا كنموتو عليها وكنبغيو وكنحتارمو الفرق الآخرين. الراجا راه كبيرة وكبيرة على كلشي، وراجا في الألقاب ديالها وهادشي اللي كاين ديما راجا. الأجواء راه زوينة، الأمور كاملة مزيانة. سمعتنا على شي لعيبة بلي شي منخرطين سخانة ليهم راسهم، بغيو شي تجمع، باغيين حداري تما حداري حداري تما حداري، تحاولوا تلعبوا مع الفرقة، هاد الفرقة غادا في الطريق الصحيح. حذاري تما حذاري تما حذاري، خليو لهم بلادهم كيحتارمكم، خليو كلشي كيحتارمكم، الأجواء زوينة بلا ما تدخلوا في صراعات مع الجمهور. هادشي اللي كاين ديما رجاء راق.